بالنسبة لصلاة الليل هنا مثنى مثنى، لكن هناك من يصليها بسلام واحد تقريبا أربع أو ست أو غيره. هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس بسلام واحد، وسبع بسلام واحد، وتسع بسلام واحد، لكن الأشهر والأكثر مثنى مثنى. وترى يا إخواني صلاة الليل اللي يصلي الآن ويأخذ المصحف معه ويطيل ويتدبر القرآن لها حلاوة، ما شاء الله، والله لها حلاوة في التدبر يا إخواني، لأن الجو صافي ولا عندك أحد وانت قايم لله تعالى. وحتى لو تعيد الآية ترى بعض الصحابة ورد عنه أنه جلس يردد الآية ليلة كاملة يردد. أنت يا أخي وش المانع أنك تردد الآية مرتين أو ثلاث من أجل التدبر؟ ترى هذا مشروع وفعله الصحابة. نعم.